بكم مرة تانية في لعب فلاب. النهاردة حنعمل مع بعض لعبة لطيفة تعلم الأولاد الطقس. لعبتنا النهاردة هنحتاج فوم، ممكن قماش كمان أو ورق مقوى، ماركر، مقص، مسدس شمع. هناخد الورق أو الفوم أو أيا كان اللي بلون الأزرق عشان يكون السماء، وهنعمل كمان باللون الأخضر شوية نجيلة على أساس يكون الخلفية. طبعا ده مجرد اقتراح، ممكن تعملوا أنتم الخلفية بالشكل اللي أنتم عاوزينه. وبنقصقص النجيل بتاعنا. انا طبعا بوريكم هنا بس الاساسيات، انتوا ممكن تزوقوا باي شكل انتوا عاوزينه. هنلزق النجيل بتاعنا مسدس الشمع، وكده الخلفية بتاعتنا بقت جاهزة. نبتدي بقى نعمل العناصر بتاعة الطقس. أول حاجة هنعمل الشمس، هنرسم دايرة، ممكن تستعملهم طبق أو أي حاجة، ونعمل الأشعة بالشكل اللي احنا حابينه، ممكن خطوط حرة، ممكن مثلثات زي بعضها، مستقيمة زي ما انتم عاوزين، وبنقصها. مرة تانية ممكن نستعمل قماش، ورق مقوى، أي حاجة. أنا استعملت الفوم عشان حسيت إنه ممكن يستحمل الولاد أكتر. بنشيل الزيادات وبنرسم شوية تفاصيل. الفوم كمان ممكن يتزوق بالألوان، ممكن يتزوق بالجليتر، يتلزق عليه زراير، ترتر، أي حاجة أنتوا حابينها. كمان هنرسم سحابة، أنا استعملت هنا هو الفوم الأبيض. كمان هرسم تلج عشان إحنا عندنا هنا في تلج، وأي دولة فيها تلج. وهنقص السحاب والتلج بتاعنا. انا عملت التلج على شكل كور علشان الاطفال مش بيشوفوه ككريستالات. بعد كده هنيجي للمطر، انا قررت ارسم المطر زي الستاره، النقط لازقه في بعضها عشان تبقى سهله في الحركه. وزي الستاره برضو هنضطر نعمل لها زي شكل متناسب مع شكل السحابه تتمسك منه، انا طولته شويه عشان يبقى المسك بتاعه سهل. وهنقصها زي ما شايفين شبه الستاره بالظبط. ممكن نعمل بقى لو عاوزين هوا، تراب، حتى اي حاجه حسب البلد اللي احنا ساكنين فيها وحسب الجو. طيب بنلعب باللعبه ازاي؟ بنجيب الخلفيه بتاعتنا، ولو الجو مشمس يبقى هنحط الشمس. كل يوم بنسال الطفل، بص من الشباك شوف الجو ايه النهارده، شمس؟ لا ده مغيم، في شويه غيوم، او الشمس مش باينه وشايفين غيوم بس، أو شايفين مطر. أو شايفين تلج. أنا وريتكم الأساس وانتوا زبطوا بقى اللعبة زي ما انتوا عايزين. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. سلام.